سواء الإخوان أو السلفيين هم يريدون فرض مفهومهم عن الإسلام على المجتمع بأكمله بهدف الوصول إلى تحقيق الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية تتجاوز الأوطان وتتجاوز الدول، هي خلافة الأمصار، ده متجهة مباشرة إلى أسلمة كوكب الأرض، يعني التمكين من كوكب الأرض. ثورة 30 يونيو للأسف خالية من الفلاسفة، لأن ده عنصر هام في أي ثورة. أنت طالع 30 مليون بالسلب، بتقول أرفض بالسلب، لكن ال 30 مليون ما حددتش هي عايزة إيه بالإيجاب. هي هنا أزمة ثورة 30 يونيو. وهل الفلاسفة هم الذين سيخوضون الحرب؟ أقول لك، هو يعني الفيلسوف بيتميز بإيه؟ إن هو يحب يوصل للجذور، لا عنده مجاملة ولا سطحية في الفكر ولا موائمات. الشيء الغريب بالنسبة لي أنا لفظ موائمة وتوافق، يقول لك ده دستور توافقي، توافقي ده ملوش علاقة بالثورة، لأن الثورة أما تيجي تعمل ثورة يبقى بتعمل تغيير جذري، التغيير الجذري ضد كل ما هو يوائم أو توافقي. اللفظ ده توافقي ده في حالة إذا كان ما فيش ثورة في البلد، المسائل هادية جدا وما فيش يعني مسائل تدفع إلى الصراع، فيقعدوا يتفاهموا على مسائل ما يجراش. لكن أنت عملت ثورة يعني تغيير جذري، يعني معناها أنت بتنسف النظام القائم اللي أنت جيت ضده، عايز تعمل نظام جديد. طيب في الحالة دي فين التوافق؟ يبقى ده غير مشروع، لا توافق ولا توائم، ده معناها انه ما فيش ثورة، انت بتقضي على الثورة. اللي حاصل في التيار سواء بتاع الاخوان او السلفيين هو تيار اصولي، اصولي يعني ملتزم بعدم اعمال العقل في النص الديني، ولذلك ما عندوش حل الا انه يلتزم بالماضي، زي ما قالوا في الماضي كذا انا هعمل محاكاة. ده معنى اللفظ احكام اللي هم بيصارعوا من اجله، وانت مش عايزه هيحطولك في الدباجة، هيعمل اي شيء بحيث انه لازم يكبلك بتراث معين موجود بماضي معين اتحرك فيه. ففي الحالة دي هو لغى المستقبل، والثورة هي من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي. الثورة من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي. يعني الموجودين حاليا أيوة في لجنة ضد الخمسين دول يعملوا من أجل الماضي وليس من أجل المستقبل. أنا حضرت مرة واحدة فضل في لجنة المستمعين يقول عليها دي جلسات الاستماع جلسات الاستماع جلسات الاجتماع، انا حضرت مرة واحدة فاتوزع علينا دستور المسودة، فانا لقيت في الدباجة كده او في بند ان مصر ثقافتها جزء من الأمة العربية والإسلامية. فأنا قلت لهم إيه ده؟ أنتوا كده العبارة دي بتعزل مصر عن الحضارة الإنسانية، لأنك مش من حقك أنك تتكلم فقط عن أنك أنت عربي إسلامي، لا أنت بتتحرك في إطار الحضارة قبل كل شيء، لأنه الحضارة وجدت قبل ما يوجد العرب وقبل ما توجد الأديان، بدأت بالزراعة. شوف في قانون للحضارة بالنسبة لي أنا، وهي بتتطور عشان لما يحصل أي نكسة القانون ده بينقذها. إيه بقى القانون؟ القانون إنه ممنوع منعا باتا أنك تفرض معتقد مطلق معين على المجتمع. ليه؟ يكبله، يمنعه من التطور،
وديك أمثلة: الشيوعية، النازية، بتاعت موسوليني، الفاشية، النزعة الإسلامية الأخيرة دي، الإخوانية. الإخوانية دي ما احتملتش سنة. مظبوط. معناها ان القانون كان عنيف معاها، ده نسفها من سنة. قانون الايه؟ الحضارة. قانون الحضارة. قانون الحضارة ده بيصبر، يعني عندك العصور الوسطى يعني 300 سنة، يعني القانون صبر عليها يعني. لكن بالنسبة لنا هنا ده سنة وزحهم، ده معناها انهم كارثة بالنسبة للحضارة. انا اقول ثقافة اسلامية مش حضارة اسلامية، وأقول حضارة إنسانية واحدة مع تعدد الثقافات. هي مش صدام حضارات، هي صدام مطلقات. مطلقة. يعني أي ثقافة تزيح الثقافات الأخرى وتزعم أنها الثقافة الوحيدة، يبقى في الحالة دي خطأ، يعني جريمة في حق البشرية. فيبقى في الحالة دي انت داخل في صراع ثقافات. يعني الاخوان يرتكبون جريمة في حق البشرية انهم كانوا يطمحون لحكم مصر؟ ما فيش كلام. لماذا؟ ما هو لان ده مطلق، معتقد مطلق هيفرضوه على الشعب. ما ده بيخلينا اسأل سيادتك سؤال. اتفضل. يعني الشعب صار في 30 يونيو ضد هؤلاء وما استغرقوش يعني اقل من سنة كانوا غادروا موقع الحكم. لكن هل غادروا موقع العقل؟ اطلاقا العقل كما هو لم يتغير. يعني لازم هنا الذهنية دي تتغير. طب انا فوجئت ان الاقباط بيطالبوا بكوتا. الله، ده مش فاهمين خالص ان فيه ثورة. الكوتا دي كسل سياسي. كسل سياسي. انت استغربت انهم بيطالبوا بده؟ طبعا. واستنكرته؟ ده انا قلت دول اعداء انفسهم. ليه؟ دي تمييز ايجابي. اقول له هو كوتا معناها ايه؟ اتفضل. معناها ان الناخبين كلهم رافضين دخول الاقباط. الناخبين كلهم رافضين دخول المرأة. طب المرأة قعدت طرف وسط ولما زهقت قالت الله حطونا مع الاقباط بقى ناخد كوتا. ده كوميديا. الكوتا دي كوميديا. ليه؟ لانك دي معناها انك انت عاجز عن انك تكسب المعركة الانتخابية. طبعا انت بتلاحظ دلوقتي ان الاقباط بيشتغلوا سياسة كويس وينزلوا في مظاهرات كويس جدا، بس بقى مفروض انه عقليتهم تتغير. لان انا متابع من زمان يعني مش جديد علي. لا، العقلية تبقى تتغير وتبقى عقلية سياسية مش دينية. في اي سياق؟ زي الاخوان بالضبط، ما بيردوا على بعض يعني. عقلية دينية أمام عقلية دينية، لكن تخرج أنت من المأزق ده بالعلمانية. ده مصطلح سيء السمعة والبعض يساويه بالكفر، ولكن مصر دولة مدنية، وانت عارف مدنية ده لفظ مراوغ يطلقه العلمانيين خشية التكفير، ويطلقه الإسلاميين خشية التعصب. ده جميل جدا. مظبوط. جدا. ده مظبوط تماما يعني. وهي دي الكارثة بتاعت مصر. انت ما غيرتش الذهنية، وده مهمكو. نعم، مهمتنا ومهمكو والنخب. ايوه، الناس عملت اللي عليها وزيادة. ما فيش نخب. ما لو في نخب ما كانش يبقى الحال كده. امال كل الاحزاب دي ايه والنشطاء دول ايه؟ ازاي نخب تقبل في اطار ثوره انها تتلفظ بلفظ توافقي؟ فقوه الضبط والربط في المجتمع فين؟ في النخبه. كويس. مش في الجماهير. يعني اذا النخبه اللي طلع في الثوره 25 و30 دول الجماهير بدون نخبه. هي هنا أزمة الثورة المصرية. وأنت ولذلك بتعتمد على إيه الآن؟ بتعتمد على الجيش والشرطة، وبتعتمد أيضا على الجرأة العظيمة بتاعت فريق أول عبد الفتاح السيسي. أوروبا أنقذت نفسها من العصور الوسطى إزاي؟ ما العصور الوسطى دي يعني إخوان مسلمين وسلفيين.
طب تحرروا منها ازاي؟ ازاي؟ الفلاسفة أدوا دور قوي جدا في عملية التحرير، وكفروهم وبهدلوهم إلى آخره. فجاء رئيس الجامعة بكده في سنة 97 بقى، كان يعتز أنه هو من قرائي وهو طالب في الثانوي. قال لي يا فلان أرجوك توقف عن التدريس لطلاب المرحلة الجامعية، لأنه شكاوى كتيرة جات أنهم ما بيناموش، يعني لهم قلق لأن أفكارك بتصدمهم وبيجي لهم كابوس، يعني ما بيناموش. فأما الدراسات العليا حيث أنك عندك حوالي 2-3 مش مهم بقى أنهم ما يناموش دول. أنا بقى قلت إيه؟ ولا الدراسات العليا كمان، أنا رايح الناس كلها. يبقى في الحالة دي أنت عندك الجامعة تبقى محكومة بتيار أصولي. عملت مشروع إبداع منعوه في الكلية وفي الوزارة. هل التيار الأصولي ده اللي وراء حركة التغيير، حركة المظاهرات في الجامعات دي؟ أساتذة دي تصدمك؟ لا ما تصدمنيش. طيب تقول برتقية ده ايه التفكير السطحي ده؟ ده الجامعة محكومة بالإخوان المسلمين بفكر أصولي، وبالتالي الجامعات المصرية خرجت من الحضارة الإنسانية. انت ما تقدرش تعمل إبداع، تعمل نظرية لا في العلم ولا في الأدب لا غيره، وسيبك من الرطانة اللي بتكتب في الصحافة ونحن وإحنا وإحنا وإحنا. أنا حضرت يعني عشرات المؤتمرات الدولية، مفيش أثر للعرب. فأنا فوجئت إن من 1948 لغاية 1988 لا يوجد عضو عربي في اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد العالمي للجمعيات الفلسفية، وأنا ترشحت بمؤازرة يعني. أنا ما كنتش، وانتخبت قعدت المدة المقررة 15 سنة وخلاص، ما فيش بديل لغاية دلوقتي حتى هذه اللحظة في الاتحاد العالمي للجمعيات الفلسفية. وهقول لك كان في مرة رئيس الاتحاد قال لي أنا هكتب لك جواب هقول لك فيه ان الجمعية الفلسفية المصرية عضو عندنا ولكنها خاملة، لا بتدفع اشتراك ولا بتشترك في مؤتمرات. كويس. فبعت لي جواب، حكيت للمسؤول هنا في مصر يعني، قال لي احنا مش محتاجين ليهم، هم اللي محتاجين لينا، وهيجي يوم هيقولنا وهنعلمهم الفلسفة. ما هي امريكا كمان دي داخلة في الخط غلط كمان، ما بت 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 تعمل من السيء الى الاسوأ. لان بتقول لك ايه، انا بكره عايزها ديمقراطيه، ما ده جهل. ده ناس مش فاهمه حاجه، يعني استزراع الديمقراطيه ده صعب. طبعا ده خدت 400 سنه عشان تتعمل في اوروبا. طيب ما يعني مره احد سفراء العرب من دول الخليج يعني كان بيقول لي احنا بقى عايزين نطور، قال لي ناخد كام سنة؟ قلت له 100. قال لا ده كتير. قلت له ده اوروبا خدت 400، انا ما تاخد 100 كويس قوي. قال لي لا يعني قلل بقى قلل. قلت له طيب نقول 50 بس مقابل انك تستبعد ابن تيمية وتجيب ابن رشد. مستحيل مستحيل.